احنا شفنا كرة تانية في الملعب. هل اللي لعب الكرة او اللي رمى الكرة دي اسمه موجود في تقرير ولا لا؟ اصل هو بيقال ان هو قريب حد في اتحاد كرة القدم. بيقال، انا ما قلتش، هو بيقال. فيا جماعة من فضلكم احنا محتاجين نعرف المواضيع دي كلها. محتاجين نعرف لانه احنا عندنا مباريات في الدوري العام المصري اللي الدوري العام وانت قاعد بتتفرج عليه لا دوري حلو. حلو في كل حاجة. حلو في كل ما يخص الموضوع. محتاجين بس شوية تطوير في التحكيم. ممكن نكون بنضغط شوية عشان يحدث تطور في التحكيم خلال الفترة اللي جاية. كل اللي انا عايزه ان انا النادي الاهلي ياخد حقه. مش عايز حاجة تانية. وبعدين انا ما كنتش هعلق النهارده بصراحه يعني، لكن لقيت تعليقات الكابتن عصام. مش كده يا كابتن عصام، انا رد فعلي للي بيحصل عشان ما حدش يطلع يقول لك اصل الاسلام بيقول. لا، انا بتكلم لما بلاقي حاجه واضحه جدا وتعليق او دفاع، زي ما الكابتن عصام برضو دافع عن الكابتن محمد عادل وقال اه من حقه ان هو يطلع ويقول وكلامه اتفهم غلط. حتى لو كلامه اتفهم غلط ما ينفعش ان هو يطلع يقول هذا الكلام اساسا، وما ينفعش ان هو يناقش قرارات فنيه في الاعلام. ده اللي احنا عارفينه وده اللي احنا شفناه في البنود التحكيم في الفيفا، لائحه التحكيم في الفيفا. فانا عشان كده محتاج ان انا بس افهم يا كابتن عصام، يعني من فضل حضرتك كل ما نحتاجه هو تطوير التحكيم خلال الفتره اللي جايه. وكلنا كنا كل الجمله دي انا دايما بقولها عشان ما حدش يفتكر ان انا في حاجه ما فيش خالص، ما عنديش اي حاجه. بالعكس، كابتن عصام عبد الفتاح انا لو شفته في اي حته بحترمه جدا وبسلم عليه وبقول له يا كابتن احنا كلنا بنثق فيك وكلنا في ظهرك، ولكن بهذا الشكل اعتقد في حاجه غريبه. في حاجه غريبه. تصريحات 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 وكلها تصريحات الحقيقه بتضع قدام مدفع يعني. انا كل اللي انا عايزه، هل الاعتراض، هل جملة انت عايز الماتش يخلص كام اللي كل الناس سمعتها على السوشيال ميديا ده طبيعي ولا مش طبيعي؟ التحكيم يحتاج للتطوير، التحكيم للمرة المليون، التحكيم يحتاج إلى التطوير خلال الفترة القادمة. عندنا ثلاث مباريات، كل حاجة حلوة في الدوري، كل حاجة حلوة. الجمهور زي الفل، اللاعبين زي الفل، الروح اللي ما بين اللاعبين زي الفل، النقل التلفزيوني حلو جدا، المستوى الفني للمباريات، مباراة أهلي وزمالك بتخلص 5-3 ما شفناهاش بقالنا كتير، مباريات سموحة والاتحاد 4-4، مباريات تانية بتخلص 3-2 إنبي والمحلة على ما أتذكر. فالمباريات شكلها حلو جدا وكل حاجة فيها حلو جدا، أو 3-1 والأهلي والإسماعيلي 4-0 وهكذا وهكذا. هو ده اللي احنا عايزين نتكلم فيه. فعايزين نوفر وقت بقى من التصريحات دي ونشتغل على التحكيم المصري علشان احنا بنثق فيك جدا. انا شخصيا بثق في الكابتن عصام جدا جدا جدا، ولكن يعني الثقه ابتدت مش عارف اقول لحضرتك ايه يعني، لانه التصريحات اللي بنشوفها والشكل اللي بنشوفه لا، محتاج وقفه خلال ووقفه قويه خلال الفتره القادمه. ودايما هقول الكلمه دي قبل بس ما اروح لاخبار النادي الاهلي. انا دايما لما باجي اتكلم انا بتكلم او بنتقد اداء وليس شخص، بتكلم أداء مسؤول، ما بنتقدش شخص كابتن عصام. شخص كابتن عصام، كابتن عصام راجل محترم جدا ونزيه جدا وتاريخه كبير وعنده تاريخ ناصع البياض، ولكن وكلنا بنقدره طبعا، ولكن في نفس الوقت أنا بنتقد أداء مسؤول أو رئيس لجنة الحكام في اللي بيتعمل. اديت إنذار هنا، ادي إنذار هنا، لو هنا يستحق وهنا يستحق. اسمك بقى كرئيس لجنة الحكام عصام عبد الفتاح أو جمال الغندور أو سمير عثمان أو أحمد الشناوي أو ناصر عباس، كل الناس محترمة وعلى دماغي من فوق، ولكن أنا بنتقد رئيس لجنة حكام من وجهة نظري إن هو أخطأ في تصريحاته، وكان المباراة دي ممكن تبقى من المباريات الحلوة جدا جدا في كل شيء، جماهيريا وفنيا ونقل تلفزيوني وكل حاجة، وكان ناقص التحكيم اللي أتمنى إن هو يتغير خلال الفترة القادمة.